عادة كان البزل في القنوات المفتوحة والأنابيب، أنابيب المثقبة، فانتهينا من هذا البزل. وأيضا خذينا في نفس الوقت بعدها خذينا المسافات بين المبازل، فانهينا تقريبا البزل الأفقي. بقى عندنا البزل العمودي، ونقصد بالبزل العمودي اللي هو عادة ضخ الماء بشكل عمودي من التربة. يعني أنا جاي أضخ الماء بشكل عمودي من التربة، أستخرج الماء بشكل عمودي من التربة، فهذا يعتبر بزل عمودي، يعتبر بزل عمودي. أول موضوع خاص بهذا البزل هو العلاقة بين منسوب الماء الجوفي وتصريف البئر ومعامل التوصيل الهيدروليكي في حالة الجريان المستقر ولمكمن غير محصور. احنا نعرف عندنا الطبقة الحاملة للمياه ممكن تكون محصورة وممكن تكون غير محصورة. إذا كانت محصورة يعني معناها هذه الطبقة الحاملة للمياه أكو جواها طبقة غير نفاذة وفوقها أيضا طبقة غير نفاذة جاي تحصر هذه الطبقة، وهذا يسمى مكمن محصور. أما إذا فقط موجودة طبقة غير نفاذة وفوقها الطبقة النفاذة فهذه تعتبر طبقة غير محصورة، عادة يسموها بالإنجليزي inconfined aquifer، أو مرات المحصورة يسموها confined aquifer. هسه حاليا اللي نريد نعرفه أنه شنو العلاقة بين التصريف يعني كمية الدسشارج الخارجة من البئر وبين منسوب الماء الجوفي ومعامل التوصيل الهيدروليكي. بس الحالة هنا حالة الجريان المستقر. واحد يسأل يقول شنو هي حالة الجريان المستقر؟ حالة الجريان المستقر عندما يكون التصريف الخارج من البئر يساوي كمية المياه الداخلة للبئر، لأنه البئر هو من تجي للمياه؟ تجي للمياه من التربة، تبدي تدخل وين؟ داخل البئر من خلال الفجوات اللي موجودة وين؟ في محيط البئر، من خلال فجوات التربة تبدي تدخل إلى داخل البئر. فإذا كان التصريف الخارج من البئر يساوي التصريف الداخل من التربة إلى ذلك البئر يسمى هذه أو تسمى هذه الحالة حالة الاستقرار أو حالة الجريان المستقر. زين، واضحة؟ نعم دكتور واضح. زين، نجي إحنا في حالة الضخ إيش راح يصير عندي؟ يعني أنت هسه حضرتك حفرت بئر ونزلت غطاس بي، وجاي هذا الغطاس أول ما حفرت البئر شفت منسوب الماء، هذا منسوب الماء، يعني هذا منسوب الماء خارج البئر، وهذا المنسوب طبعا يصير عادة استقرار، يعني الماء اللي موجود داخل البئر هو نفسه منسوبه خارج البئر بالتربة، مثل الأواني المستطرقة عادة يصير نفس المنسوب، نفس منسوب المياه. فشوف منسوب الماء داخل البئر مساوي إلى منسوب الماء خارج البئر، يعني اللي موجود بالتربة أصلا. زين، هسه أنت نزلت مضخة داخل البئر أو غطاس وبديت تضخ، يعني بديت تسحب الماء من البئر، شنو يصير عندك؟ راح يبدي عندك ينخفض المنسوب داخل البئر، ينخفض الحد ما يوصل إلى حالة يستقر بها، بعد ما ينخفض يعني أي انخفاض ما يصير به، هنا هي هاي الحالة المستقرة. زين، منسوب الماء خارج البئر شو يصير به؟ إذا تلاحظ منسوب الماء شو يصير؟ ياخذ هذا الشكل، ياخذ هذا الانخفاض، يعني يكون أكثر انخفاض وين؟ بالنقاط القريبة للبئر أو داخل البئر، ثم يقل هذا الانخفاض، يعني بين منسوب الماء الأصلي ومنسوب الماء أثناء الضخ، الحد توصل إلى مسافة شوية عن البئر تلاحظ ماكو انخفاض بعد في منسوب الماء، يعني ما متأثر بعملية الضخ. أكو نقاط إذا تحفرها على بعد مثلا 200 متر أو 300 متر أو 500 متر من البئر، إذا تحفر هذه النقاط حتى تشوف منسوب الماء متأثر أو ما متأثر، تشوف انه هاي النقاط غير متأثرة،
فهنا هذه النقاط الغير المتأثرة يسموها نصف القطر دائرة التأثير. يعني شنو نصف قطر دائرة التأثير؟ يعني بعدها المياه أو منسوب الماء الجوفي غير متأثر بعملية الضخ اللي جاي تحدث خلال هذا البئر. واضحة رجاءً؟ واضحة هذه النقطة؟ زين. زين هسه إذا نريد نحسب كمية المياه اللي جاي تدخل لهذا البئر، شلون نقدر نحسبها؟ التصريف الداخل للبئر طبعا هو من بدينا احنا نسحب الماء نزل منسوب الماء صار اكو انحدار هيدروليكي، اذا تولد انحدار هيدروليكي ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي جريان، لانه بدون الانحدار الهيدروليكي لا يمكن حدوث الجريان. فمن تولد عندي انحدار هيدروليكي التصريف الداخل للبئر ايش قد مقداره؟ التصريف هو عباره عن حاصل ضرب المساحه في السرعه. زين هسه السرعه انا اقدر اجيبها من قانون دارس اللي هو عباره عن حاصل ضرب البيرمابيليتي بالانحدار الهيدروليكي. زين طلاب سؤال لكم، هذا شكله، هذا الشكل اللي هو هذا منسوب الماء اثناء عمليه الضخ، شلون شكله اذا اخذه 3 دايمنشن؟ نعم هذا الشكل سيبين عبد المجيد، هذا شكله، هذا اللي هو منسوب الماء اثناء عمليه الضخ، مو راح ينخفض ويبدي ينقل هذا الانخفاض لحد نقطه معينه انه بيتلاشى هذا الانخفاض. هذا شكله اذا 3 دايمنشن، شلون شكله؟ لا مو ترابيزويد، هذا يصير على شكل مخروط. اذا 3 دايمنشن شو يصير عندنا؟ على شكل مخروط. هذا المخروط القاعده مالته هو منسوب الماء داخل البئر، اما السطح مالته هذا السطح القاعده الثانيه القاعدة العريضة، فعادة طولها يكون 2RE، 2RE. قلنا الRE هو شنو يمثل؟ يمثل نصف قطر دائرة التأثير، وهو يمثل قطر دائرة التأثير، يعني 2.5 قطر يصير قطر دائرة التأثير هو القاعدة مالته، قاعدة العريضة. فهذا يسمونه بالإنجليزي cone of depression، مخروط الانخفاض أو مخروط الهبوط. زين هسه طلاب إذا أنا أريد أحسب التصريف، قلنا إحنا التصريف هو عبارة عن سرعة في مساحة، هذه السرعة هي كي في دي اتش أوفر دي ار، مجرد أضرب البيرمابيليتي بالانحدار الهيدروليكي. زين هو المياه جاي تدخل إلى البئر، وانت تصور البئر عبارة عن اسطوانة، البئر عبارة عن اسطوانة، إذا نريد نحسب المساحة السطحية لهذه الاسطوانة ايش قد مقدارها طلاب؟ استاذ 2 باي ار اتش. ممتاز 2 باي ار اتش، 2 باي ار اتش، لان 2 باي ار يعني محيط الدائره، اذا تضربها في اتش شو يعطيك؟ يعطيك المساحه السطحيه لهذه الاسطوانه، لان الماء جاي يدخل للبئر من 360 درجه، الماء جاي يدخل للبئر من 360 درجه. فاذا تريد تعرف المساحه السطحيه لدخول الماء الى البئر المفروض شنو تستخرج؟ تستخرج محيط الاسطوانة وتضربها بمن؟ بالارتفاع. فإذا استخرجت هذا المقدار وضربته في السرعة اللي هي سرعة دارسي اللي هي حاصل ضرب البيرمابيليتي بالانحدار الهيدروليكي راح يعطيك تصريف. واضحة رجاءً؟
لا واضحة. لا بصراحة. نعم دكتور واضح. زين هسه احنا اجينا كتبنا هذه المعادلة، المعادلة انا اريد اكاملها، وهي هي differential equation من النوع separation، فراح اعزل متغيرات الار، لانه شنو اللي جاي يتغير عندي بالمسألة؟ يتغير عندي الار والاتش، كلما ابتعدت عن البئر كلما اختلف عندي الاتش، فراح يصير عندي كيو على 2 باي كي في دي ار على ار يساوينا اتش في الدي اتش. جبت متغيرات الاتش خليتها بصفحه، ومتغيرات الار خليتها بالجانب الثاني من المعادله. طبعا هنا انتم تدرون طلاب اذا عندي مشتقه وبالبسط وبالمقام هي الفانكشن مالتها، فالتكامل مالتها لين، فهذه شو تصير؟ تصير كيو 2 باي كي لين ار، اما تكامل الاتش هو اتش تربيع على 2. زين حدود الار شيء اكيد، انا راح اخذ الار من نصف قطر البئر الى نصف قطر دائرة التأثير، لانه بعد دائرة التأثير اكو شيء يأثر على الضخ، ما جاي يأثر على منسوب الماء، فلذلك انتهي بالار اي. وكذلك بالنسبة للاتش، الاتش جاي يتغير لمن اتش دبليو الى اتش اي، الاتش يتغير من اتش دبليو الى شنو؟ اتش اي. واضحة رجاء لو عيته؟ واضحة ها؟ واضحة. زين هنا أنا هسه شنو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي إذا أطبق حدود التكامل يعني الباوندري كونديشن، راح يصير عندي، راح يصير عندي كيو على واي كي اتش تربيع اتش اي تربيع ناقصا اتش دبليو تربيع على لين الار اي على الار دبليو. هذه فرق بين مربعين اقدر اكتبه بهذه الطريقه. زين ال اتش اي ناقصا ال اتش دبليو منا لهنا اتش اي، منا لهنا اتش دبليو، الفرق بيناتهم شنو؟ اتش دبليو. فممكن انه اكتب ال اتش اي ناقصا ال اتش دبليو يساوي لنا اتش دبليو، وتبقى المعادله كما هي باقي الترمات. فهذه معادلة رقم 5 طلاب، هي العلاقة بين التصريف ومعامل التوصيل الهيدروليكي وانخفاض أو ارتفاع أو تغير منسوب الماء الجوفي في مكمن شنو؟ غير محصور. ناخذ مثال إذا فهمتوا الاشتقاق رجاء، لأنه هذه المعادلات ما تعطى لكم بالامتحان، لأنه بما أنه هو مطلوب الاشتقاق، فحتى اللي ما يعرف المفروض يشتق إذا نسى المعادلة. طلاب أبدي بالمثال إذا ها؟ أوكي. المثال هو كالتالي، شو يقول؟ يقول أوجد مقدار الانخفاض، بما أنه في داخل البئر شو يريد؟ يريد الـ SW في مكمن جوفي غير محصور إذا توفرت لديك المعلومات الآتية. شنو المعلومات؟ يقول لك التصريف الخارج من البئر اللي عادة الغطاسات أو المضخات هو 742 متر مكعب بير أور، كيوبيك متر بير أور. الـ HE هو 50.42 متر، ونصف قطر دائرة التأثير. يعني شو يقول لك؟ يقول لك بعد 500 متر إذا حفرنا فد نقطة معينة ما راح نلاحظ أي تغير في منسوب الماء الجوفي، يعني بعد 500 متر من مركز البئر، بئر الضخ. لكن لا، إذا مثلا حفرنا بال 400 أو 300 راح نلاحظ أكو تغير في منسوب الماء الجوفي نتيجة عملية الضخ في ذلك البئر. فالآر دبليو هو 0.224 والكي هو 107 متر بير داي. فنجي للحل، هو طالب الـ SW طلاب، فهذا كيو على باي كي SW HE. طبعا الـ SW
هنا اتش اي زائد اتش دبليو لين الار اي على الار دبليو، ممكن شنو اكتبها؟ اكتبها بالطريقه التاليه، لانه بصراحه انا اذا اكتبها بهذه الطريقه عندي صار عندي مجهولين اللي هي الاس دبليو والاتش دبليو، فاكتبها بهذه الطريقه حتى شنو؟ حتى اتخلص من الاس دبليو يبقى عندي مجهول شنو؟ فقط الاتش دبليو. طبعا هو اثنينات صحيحه، لكن ممكن استخدام هذه الصيغه يصير بها مجهولين، لكن استخدام هذه الصيغه يبقى عندي فقط مجهول واحد اللي هو شنو؟ الاتش دبليو. ف 742 في 24 حتى احول الوحدات، هنا متر مكعب بير اور احوله الى متر مكعب بير داي. على باي في الكي، الكي هنا 107، الكي هي 107 تبقى وحداتها كما هي لان حولت انا وحدات الكيو. زين عدي الاتش اي مطيني اياها هو 50.42 ناقصا الاتش دبليو هذا مجهول. لين الار اي ايش قد مطيني اياها؟ 500، والار دبليو 0.224 معادله بيها مجهول واحد اللي هو شنو الاتش دبليو اطلعه 46.2 متر، 46.2 متر. وحتى احسب الاتش دبليو، الاس دبليو هو عباره عن اتش اي ناقصا اتش دبليو، يعني 50.42 ناقص 46.2 يطلع لي 4.22. واضحه طلاب هذه؟ واضحه رجاء؟ نعم دكتور واضحه. تمام، هسه راح ابدي. احنا هسه حكينا على الطبقه غير المحصوره. اذا اجت لنا طبقة محصورة، وأقصد الطبقة المحصورة يعني معناها أكو طبقة غير نفاذة بالأعلى وطبقة غير نفاذة في الأسفل وتحصر بيناتهم طبقة نفاذة، هذه الحالة اللي موجودة دي. هذه الحالة اللي هي هذه الطبقة النفاذة، طبقة غير نفاذة، طبقة غير نفاذة، وهذه بيناتهم طبقة نفاذة. هذه طبقة غير نفاذة وهذه طبقة غير نفاذة. المسافة بين الطبقتين الغير نفاذتين هما N. لذلك عادة من أجي أحسب التصريف في هذه الحالة، التصريف KdH over dR باقي ثابت، هو عبارة عن حاصل ضرب البيرمابيليتي بالانحدار الهيدروليك. زين مساحة السطحية للأسطوانة، هنا الماء يدخل فقط للبئر من خلال هذه المسافة. الماء يدخل إلى البئر فقط من خلال هذه المسافة اللي هي هاي، اللي هي هاي المسافة بين الطبقتين. زين إذا هو دخل للماء للبئر بفقط هذه المسافة، فمعناها المساحة السطحية هي عبارة عن 2 باي آر في أم، 2 باي ار في ام، فراح يصير عندي 2 باي ار ام. هناك صار كان عندي 2 باي ار اتش لانه الاتش هناك متغيره، لكن هسه هنا لا، في حاله المكمن المحصور كميه الماء اللي تدخل للبئر فقط من خلال الثيكنس اللي هو مقداره ام، اللي هو يمثل ثيكنس الطبقه الحاملة للمياه اللي هي الكونفايند اكوفر. فهنا يا طلاب ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 2 باي ار ام كي دي اتش اوفر دي ار، وراح احول الدي اتش بالجانب الايمن من المعادلة، في حين الدي ار والار بالجانب الايسر من المعادلة. طلاب عندي دي ار على ار، شنو التكامل مالتها؟ لن الار. ممتاز، لن الار. في حين تكامل الدي اتش شنو يعطيني؟ لا بس تكامل دي اتش مو بس اتش. فلذلك عاده اجي هذا فقط اتش، وحدود التكامل هي تبقى نفسها يعني من اتش دبليو الى اتش اي، في حين حدود الار هي من ار دبليو الى شنو؟ ار اي، يعني من نصف قطر البئر الى نصف قطر دائره التاثير.
اللي هي radius of influence. واضح طلاب رجاء؟ زين. زين هسه بعد إجراء عملية التكامل وتطبيق حدود التكامل اللي هو boundary condition راح تطلع لي هذه المعادلة. هذه المعادلة بالحالة الخاصة. زين. ممكن انه ارفع ال H E اخلي مكانها H وارفع ال R E اخلي مكانها شنو؟ R. هذه حالة خاصة وهذه حالة عامة. طبعا هي الحالة الخاصة هي جزء من الحالة العامة. بما انه الحالة العامة او الحالة الخاصة هي جزء من الحالة العامة، اذا معادلة 4 تساوي معادلة 5. انا هسه بمعادلة 5 ما اجريت ذاك الاجراء الكبير، مجرد انه ال H E اللي هو في طرف الكيس اللي هو في نهاية ال R E غيرته بقيمة H، اي H داخل هذا الانترفال، وقيمة ال R E اللي هو radius of influence او نصف قطر دائرة التأثير غيرته في اي radius اخر ضمن الانترفال اللي عندي. إذن إذا صار عندي ضمن الانترفال إذن يحقق المعادلة، لو ما يحققها شيء أكيد يحقق المعادلة. بما معناه أنه الحالة الخاصة تساوي الحالة العامة، فممكن أساوي معادلة 4 بمعادلة 5. واضحة الله؟ فإذا ساويت معادلة 4 مع معادلة 5 راح تظهر لي هذه المعادلة اللي هي معادلة رقم 7 اللي هي H تساوي لنا HE ناقصا HW في لن الـ R على RW لن الـ RE على الـ RW زائدا الـ HW. واضح طلاب رجاء من اجت هذه المعادلة؟ واضح؟ زين هسه هن راح ناخذ مثال حول هذا الموضوع، يعني بالconfined aquifer. أوجد مقدار الانخفاض الذي يحدث على بعد 30 متر. يعني واحد جاي يقول لك، يا يقول لك استاذ عندنا بئر وهذا البئر اكو بيه تصريف وانا سحبت من عده كميه مياه، اذا احفر حفره على بعد 30 متر من هذا البئر، 30 متر احفر حفره، ايش قد القى منسوب الماء بيها؟ هل هو منسوب الماء متغير ثابت منخفض؟ مرة يعني انت تصور وياي حضرتك عندك مثلا سايت، واضح سايت موقع، وعندك منسوب الماء الجوفي مرتفع، وعندك شنو؟ عندك تريد الصب اسس. زين انت اذا هذا المرتفع الماء الجوفي تقدر تصب الاسس تتعامل وياها صعبه، يعني لا تقدر تخلي قالب ولا تقدر تخلي حديد ولا تقدر تخلي كونكريت، لان الكونكريت اذا خليته معناه يجي الماء عليه فشنو؟ تختلف عندك الووتر سيمنت ريشيو. تمام لو تمام؟ فبالتالي شنو؟ ايش تحتاج؟ تحتاج تخفض المنسوب. هسه اذا حفرت بئر داخل الموقع تريد تعرف على بعد 30 متر اذا تبدي الضخ وتخرج الماء خارج الموقع على بعد 30 متر من هذا البئر، ايش قد راح يصير عندك انخفاض في منسوب الماء الجوفي؟ لا مرات يجي لك سؤال يقول لك لا على بعد 60 متر من هاي النقطه، من نقطه البئر ايش قد راح يصير عندك انخفاض في منسوب الماء الجوفي؟ فاحنا نتعامل مع هذه الحاله. واضح رجاء؟ نعم دكتور واضح. زين فبالتالي ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي يقول اوجد هذه الانخفاض على بعد 30 متر والمعلومات الناقليه. شنو هي الناقليه؟ خاف تجيك بالسؤال الناقليه. هو حاصل ضرب الام في الكي، يعني بدل ما يعطيك قيمه الام هل قد الثكنس مالتها، وبدل ما يعطيك الكي يقول لك مثلا البيرمابيليتي هل قد، إذا مباشرة اعطاك الناقلية يعني اختصر عليك الوقت، قايل لك يعني حاصل ضرب الأم اللي هو العمق المشبع بالبيرمابيليتي هل قد 1200، يعني إحنا حاصل ضرب الأم بالكي إيش قد مقداره؟
1200. ما حد يجاوب. واضح؟ شنو نايمين قاعدين؟ واضح الدكتور واضح. قاعدين؟ شو وقت قعدتوا من النوم اليوم؟ تمام، يعني هسه يعني نشطين، مو صحيح؟ اي ليش ما تتجاوبون وين المحاضرة؟ اها اي زين، الله يساعدكم. عندكم بعد بس امتحان واحد يوم الثلاثاء وتخلصون؟ احتمال احنا ان شاء الله ننزل لكم اعلان على الاسبوع اللي يجي نبدي امتحانات الشفوية، انه ما نلحق بعد، لازم ناخذ الامتحانات الشفوية اللي عليها 8 درجات. زين، هسه نرجع للمحاضرة. قلنا الآن في الكي هي شنو تعطيني عبد المجيد؟ شنو تعطيني حاصل ضرب الآن في الكي؟ ايش اثنينات اذا حاصل ضربهم شو يسمي احنا؟ دكتور الناقلية. ناقلية. الناقلية. زين. فبالتالي راح يصير عندي 1502 باي في ام كي، ام كي اللي هو 1200 اس دبليو على لن ال 500 على البوينت 3. مجرد رفعت الاتش اي ناقصا الاتش دبليو خليته مكانه شنو؟ اس دبليو اللي هو الانخفاض داخل البئر. انخفاض الماء داخل البئر فيطلع 1.48. زين، هو يريد انخفاض الماء او ارتفاع الماء على بعد ايش قد؟ 30 متر. على بعد 30 متر، فشنو احسب؟ احسب منسوب الماء على بعد 30 متر. احسب منسوب الماء على بعد 30 متر، شنو اخلي؟ استخدم معادله رقم 7 اللي هي اتش تساوي لنا اس دبليو في لن الار على الار دبليو، لن الار اي على الار دبليو زائد الاتش دبليو. الاس دبليو 1.48 والار على بعد 30 متر والار دبليو 0.3 والار اي 500 والاتش دبليو ايش قد؟ 50. الاتش دبليو ايش قد؟ 50 مطينينا، فيطلع ايش قد؟ 50.92. زين، سؤال طلاب، سؤال رجاء علي، درجه واحده. ها طلاب، نسأل سؤال علي درجة واحدة لو ما نسأل؟ نعم دكتور تفضل. ها؟ نسأل. هسا إذا واحد سألنا وقال أنت طلعت لي الانخفاض ارتفاع الماء على بعد 30 متر. انخفاض ارتفاع الماء على بعد 30 متر ايش قد طلع؟ 50.92. زين، اذا هو نفس السؤال هذا الرجال اللي اجالي وش قال لي؟ قال لي زين طلع لي الانخفاض بالمنسوب الماء في هذه النقطه، الانخفاض مو ارتفاع شحنه الماء، اريد انخفاض الماء ايش قد يصير هاي النقطه. يعني انا شنو اقصد انخفاض الماء؟ انخفاض الماء عن المنسوب الاصلي اللي هو الاتش اي. ها هاي داخل البئر. اي هم صحيح، جوابك صحيح، كمل حتى تعطيك درجه. لا لا عزيزي، بس طلع اول وفوق السؤال وحده وحده عبد المجيد. الاتش اي شلون احصله؟ لا 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 ما مط... هذا هذا هسه على هاي المعلومات. اي اي كان ما عندك محاضرة عبد المجيد؟ ما ساحبين يعني انتم تجون هيك كلش؟